لا هايدي، بننتقل لفقرتنا الأخيرة لليوم لنحكي فيها ونسلط الضوء على مشروع توازن 2 اللي حمل عنوان ما بنتوازن من دونك في مدينة النبك، لتمكين المرأة اليوم اقتصاديا ضمن الظروف اللي عم نعيشها من خلال نشاطات بتقوم فيها. رح نعرف شو هي النشاطات، كيف عم يتم تمكين المرأة وشو هو هيدا النشاط، مع رهف غنيمة لتعرفنا عن المشروع أكثر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكي. بداية، قديش اليوم مهم هذا المشروع لنعزز نحن ثقافة ركوب الدراجات الهوائية ولنكسر يمكن الصورة النمطية عن المرأة وركوب الدراجة الهوائية؟ خلينا بالبداية نتعرف على حضرتك وعلى المشروع يلي عم تشتغلوا. أنا رهف غنيمة، منسقة مشروع توازن. مشروع توازن اللي بيشتغل مشروع توازن هو احد مشاريع موج اللي بيشتغل على تعزيز مشاركه المراه بالحياه العامه وضمن برنامج تعزيز مشاركه المراه بالحياه العامه، وبيهدف لتمكين النساء اقتصاديا عن طريق الرياضه. لمده عامين اخترنا رياضه الدراجات. كان العام الاول 2021 بشهر 10، والسنة كان 2023 بعشرة سبتة. بالإضافة لمثل ما ذكرتي حضرتك، كسر الصورة النمطية، رفع الوعي لدى الجمهور أنه الدراجة ليست حكر على الرجال، والعنصر النسائي موجود ضمن قيادة الدراجة الهوائية. طيب خلينا نحكي، يعني قلنا مشروع توازن، في توازن واحد، توازن اثنين بال 2021 بال 2023، شو اللي بيميز يعني هي المبادرة على السنة التالية على التوالي؟ وكثير جميل لما نقول ما بنتوازن من دونك، يعني فعليا كأنك عم تقولي المرأة مش نصف المجتمع، هي المجتمع بأكمله. كثير حلو هيدا التعبير. ولما نقول تمكين المرأة اقتصاديا من الرياضة، يعني هي المبادرة بتحمل كثير من المعاني من خلال الرياضة، يعني استهدفتوا أكثر من نقطة كثير مهمة للنساء اليوم من خلال هيدا المشروع. رح ناخذ الجزء الثاني بداية عن السؤال اللي هو سلوغان ما بتتوازن بدونك. هي حقيقة ذات بعدين مهمين جدا. لا الحياة بتتوازن بدون العنصر النسائي اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، صحيح، وصحيا. كذلك الدراجة الهوائية ما بتتوازن بدون العنصر النسائي، وهي ليست حكر على الرجال. اما شو الاختلاف بين توازن 2021 2023؟ حقيقه نحن بعده جلسات كانت عم نتابعها مع الشابات ضمن العام الماضي، العام ونصف تقريبا الماضيين، وبحكم انه نحن ضمن منطقه القلمون الغربي ما عندنا نقل داخلي، فدائما كانت الرغبات انه نحن ما عم نوصل لشغلنا الا بمبالغ كثير كبيره ماديه. فرجع نعاد مشروع توازن بال 2023 لهذا السبب، يعني بعد رصد الحاجات. اما شو الاختلاف بين المشروعين؟ نحن زدنا او حدثنا على المشروع بحيث المشروع مرافقه ورقه بحثيه بتدرس اسباب عزوف الشابات عن ركوب الدراجه ضمن منطقه النبك، وكذلك اسباب اقبالهم عليها. ضمن الدراسة في عنا مقابلات فردية، وفي عنا كمان فوكس جروب. اثنين، كان عنا مشاركة من ذوات الإعاقة لهذا العام، فكانت كتير مميزة وانعكست على كل المشاركات وعلى زميلاتها من ذوات الإعاقة. بالإضافة لأنه نحن رفعنا سقف العمر من عمر 18 لعمر 45، وفي عنا مشاركة من محافظات ما كانت مشاركة معنا بتوازن 2021 اللي هن حلب واللاذقية ودرع، بالإضافة للمحافظات اللي هن دمشق وريف دمشق، عندنا حمص والسلمية اللي كانوا مشاركين معنا المرة الماضية وشاركوا هلا. هذا بيوسع دائرة المعارف تبع موج، بالإضافة لأنه بيخلق الألفة بين المبادرات والفرق الرياضية. في كتير نقطة مهمة كمان منلفت نظرها، أنه نحن الفعاليات الاقتصادية والمؤسسات التعليمية الخاصة اللي كانت مشاركة معنا لهذا العام كان عددها كتير أكبر، وهذا بيأكد على أثر المبادرة كمان وعلى المسؤولية المجتمعية، أنه قديه مهم أنه أحمل أنا جزء من المسؤولية المجتمعية ضمن المشاريع التنموية. صحيح. يمكن رهف اليوم كتير من الصبايا والسيدات هنن حابين أنه يشاركوا ضمن المشروع يلي أطلقتوه، لكن مثل ما ذكرنا يمكن هنن خايفين من نظرة
المجتمع، أو ممكن كمان ما عندهم يمكن هالمعرفة بالدراجة. خلينا نحكي اليوم إذا شخص بده ينتسب أو بده يشارك اليوم بالمشروع، كيف ممكن يتواصل معكم في حال ما كان عنده مثلا ما بيملك دراجة هوائية، ممكن تأمنوا له؟ كيف عم بيتم التدريب هون؟ أبواب موج مفتوحة دائما لاستقبال جميع المبادرات الأهلية والمجتمع المدني كرمال نحن ننقل ثقافة ركوب الدراجة وتمكين النساء اقتصاديا لكل المناطق السورية. أما في كيف كان التقديم على مشروع توازن، فهي كانت استمارة إلكترونية بتملأ الشابات كرمال نختار الشابات الأكثر حاجة ليتم تدريبهم. نحن دربنا السنة 15 شابة وسيدة، من بعدين هدينا 10 دراجات هوائية للشابات الأكثر حاجة اقتصادياً، لحتى توصل فيها على مكان شغلها، لحتى توصل فيها على مكان جامعتها بأقل تكلفة، طريقة صحية وصديقة للبيئة. طب خلينا نحكي هي المبادرة، يعني عم نحكي مستمرة اليوم، رح تشمل جميع المحافظات أو في مشروع تتوسع وخارج مدينة النبك؟ لأنه فعلياً عم نحكي عن مبادرة مهمة اليوم للنساء السوريات. ذكرت سابقاً أنه المبادرات يعني نحن مفتوح بابنا دائماً لأي تعاون رح يكون مع المجتمع المدني أو مع أي مبادرة أهلية حابة نحن ننشر ثقافة بالمحافظات. يعني أي حدا حابب يشبك معكم مش أنتوا تنتقلوا. ونحن مفتوح، يعني ممكن تلاقي اليوم مشروع توازن كان بالنبك، ممكن تلاقيه بمحافظة تانية قريباً إن شاء الله. تمام، خبرينا أكثر عن الفريق اليوم لما بتكون تطلعوا أي مسير، كيف يتم التحضير، كيف يتم التدريب لهي النقطة؟ كشابات مشاركات للمرة الأولى تم تدريبهم على مدة 5 أيام من خلال كوتشات مدربات لحتى ينقلوا هذا التدريب للأشخاص. في يوم معين تطلعوا فيه أم لا؟ ممكن أيام محددة بالأسبوع؟ نحن كان المسير ب10/6 المسير لتوازن لحتى يشجعوا الشابات والنساء اللي تدربوا معنا بالسير دوري يمكن أكثر. تمام، لحتى ينطلقوا لشوارع المدينة. نحن بنتمنى هلا بالنسبة للمنطقة النبك، مدينة النبك، هي عم يصير هلا هيك رحلات صغيرة ضمن المدينة. حلو. نحن بنتمنى انه تتوسع اكثر، يعني تصير الموضوع اكثر. طبعا فريق العمل بيشتغل على موضوع المسير اكثر من 3 شهور كرمال نوصل لهي الجودة من الحدث. اكيد بالختام بدنا نتمنى لكم التوفيق وتحية لكل نساء مدينة النبك. قديش بنعرف المجتمع المحلي عم يقوم بنشاطات ومبادرات كثير مهمة للتشاركية بالمسؤولية مثل ما قلتي المجتمعية اليوم. بالختام نشكرك أكيد وموفقين بكل مشاريعكم ومبادراتكم القادمة. يعطيكم ألف عافية وهيك تتمت نهار سعيد. الله يوفقك يا رب. شكرا لك.